كشباب بامكانهم العوده بقوه على الساحه الدوليه، واليوم مجموعه من الابطال نجحوا بتحقيق نتائج مشرفه. طبعا هنا تابعنا المصري، عذرا على مقاطعه سي شفال، يعني المصري الان اللي هو بطل العربي اللي حاضر بقوه على مستوى منافسه رامي الرمح، والان اللي كيحتل المركز الاول، وهذا كيبقى مكسب كبير بالنسبه لهذا البطل وكذلك بالنسبه للمشاركه العربيه عموما. في الواقع ان الارقيه المصريه خلال السنوات عرفت تقدم كبير، وهذا يؤكد انهم على المستوى الافريقي دائما في المراتب المتقدمه، والان كيولوا منافسين قويين للكينيين وكذلك المغاربه وكذلك الاثيوبيين، وهذه النتيجه تتاكد على العمل الذي تقدم طبعا خصوصا على المستوى المنافسه التقنيه. بالفعل والشيء الجميل اليوم هو ان المغرب غير بحريا باش يدخل العصبه المسيه ديال العاب القوى اليوم. هذا التنظيم هذا جميل، والحضور الجماهيري وكذلك الحضور الكبير ديال وسائل الاعلام الوطنيه والدوليه التي تقوم بتغطيه هذا الحدث. هذه كلها امور تحسب للجامعه الملكيه المغربيه للالعاب القوى والمغرب باش انه ان شاء الله يكون في المستقبل في السنه المقبله باش يدخل العصبه المسيه للالعاب القوى في طبعا هنا تابعنا فيلم من قطر. غير نذكر يعني الان يعني وكنتابع هذا البطل هذا هنا عزيز وهابي، بالنسبه للمسافه ديالها في 500 متر غير نعاود نصحها، فمحمد القرني كيمثل الدوله ديال قطر، يعني خرجت سهوا، يعني كنت تحدثت انه كنظن البحرين فهو قطري القطري محمد القرني اللي كان تمكن من الفوز منافسه ديال 1500 متر على مستوى فئه الرجال، حقق 3 ديال 35-15 جزء من المئة. أيضا هنيئا لمحمد القرني اللي كيمثل قطر، وكذلك عبد العاطي إيكيدير المغربي اللي احتل المركز الثاني، وكان سباق جميلة سي شفال بين البطل القطري والبطل أو الأبطال المغاربي، لأنه كان تبعه مركز الثاني والثالث والرابع كان الأبطال المغاربي. كان بإمكان المغاربة أنه يفوزوا بالمرتبة الأولى في مسافة 1500 متر، ولكن القطري محمد القرني نجح في الاحتلال الرتبة الأولى. والشيء المهم هو أن أمين العلور رجع للمنافسة مجددا مع التوقيت ديالو وحقق المرتبة اللي هي مهمة ومهمة جدا بالنسبة لي في المستقبل، من أجل أنه يكون حاضر في بطولات العالم والاستحقاقات القادمة من أجل تشريف العاب القوى المغربية. إذا هنيئا للبطل القطري كما قلت، يعني خرجت سهوان، فالبطل القطري كيستحق المركز الأول، كذلك الأبطال المغاربة اللي حققوا مراتب جيدة. نمشيو منافسات 200 متر رجال، تابعنا يعني التقديم ديال الأبطال، غنتابعوا هذا السباق ونرجعوا كذلك مع الزميل محمد شفال الحديث على هذه الأجواء التنظيمية وعلى هذا العرس الرياضي الكبير. أكيد طبعا 200 متر على مستوى فئة الرجال من السباقات المشوقة، من السباقات اللي نتمناو كذلك نتابعوا فيها ندية كبيرة. تابعنا على مستوى الأسماء المقدمة، هناك أهدي عزيز بطل المغربي كوت ديفوار، هناك كوفي والفريد، هناك موسيتو ليهاتا من ليستونيا، هناك مارتينا من هولندا، هناك من كينيان كاناتاك كارفن، هناك القطري فيمي اوغونودي بالفعل، وهناك الاوكراني سيميليك سيرجي، وهناك الفرنسي فيكوت تشيمي. اذا كينطلق السباق ديال هاد المنافسه 200 متر رجال، صراع كبير بين الابطال المشاركين. تابعوا اذا على مستوى اللحظات الاخيره لمن سيكون المركز الاول، اذا صراع كبير، تنافس قوي. تابعوا الحلقه رقم 4، صراع كبير بين الحلقه رقم 4 و5 بالفعل. تحسم الاوبر بتوقيت 20 ثانيه 42 جزء من المئه. اذا السباق كان سريع، اذا كتابعوا في الصوره فيكوت صاحب المركز الاول، اذا فيكوت صاحب المركز الاول الفرنسي جيمي فيكوت فرنسي، 20 ثانيه 42 جزء من المئه. كان سباق سريع من هذا البطل، نذكر رقم قياسي فهو 19 رقم قياسي العالمي للاسطوره الجامايكي يوزين بولت اللي عنده 19 ثانيه 19 جزء من المئه، في حين جاستن كاتلين من الولايات المتحده الامريكيه الصعيبه حصل رقم في هذه السنه 19 ثانيه 68 جزء من المئه، في حين بالنسبه للرقم القياسي فهو في رقم قياسي ديال الملتقى فهو في حوزه فيمي اوغينود القطري اللي مشارك في هذا الموعد. كيبقى
هو صاحب الرقم هنا نتابعوا سيجفال. يعني هاد الامور كنتابعوها غير في, 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 في اكيد في الالعاب الاولمبيه في الملتقيات العصبه الماسيه في بطوله العالم, وكذلك كنتابعوها في ملتقى محمد السادس وكنظن يعني هنا رساله الاتحاد الدولي ديال العاب القوى كذلك يعني المشرفين على العصبه الماسيه. فالمغرب بكل مقومات بكل تقنيات بكل الطاقات المغربيه يعني بامكانه انه ينظم مثل هكذا تظاهرات عالميه. اعتقد بان الاتحاد الدولي واللجنه المكلفه باختيار الدول للعصبه الماسيه سيقتنع اليوم على ان المغرب قادر على الحصول على البطاقه التي تمكن ينظم هذه العصبه الماسيه, نظرا للتاريخ المغربي, نظرا للتنظيم الجيد اللي عشته اليوم المركب الامير ولي عبد الله.